طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. Yithi kanye hayi uyolo lwabo balivayo elizwi likaThixo baligcine. Sifundise ukuthandaza njengoko uYohane wenzayo kubadisciple bakhe. Xa sukuba nithandaza yithini? Mawuwe nje osemazulwini. Malingcwaliswe igama lakho. Mabufike kukumkani bakho, makwenze ukuthanda kwakho nasemhlabeni njengoba kusenziwe ezulwini. Siphe imihla yonke isonka sethu semihla ngemihla. Usixolele izono zethu. Kuba nathi sibaxolela bonke abantu amatyala kuthi. Ungasingenise kulengweni. Sihlangule enkohlakalweni. Kudala kakhulu abaprofeti babhala ezibhalweni ukuba uThixo uza kuthumela uMesiya aze kusindisa abone babuyisela kuThixo. Ubomi bukaYesu bubonakalisa ukuba nyhani uYesu ungumsindisi esithenjiswe ngaye, oya kuza kusisindisa, azalwe intombi egama linguMaria, aze anikwe igama elinguYesu. Kubhaliwe kwathiwa indlela esisimangaliso azelwe ngayo lo mntwana ibonakalisa ukuba lo nguMesiya ngokwenene, kwaye uThixo umbiza njengonyana wakhe. Xa abantu babebona uYesu, babebona indalo namandla kaThixo, ubaphilisile abantu ebaxolela nezono zabo, wabathembisa nangendawo ebukumkanini bakhe, unikele ngobomi bakhe etsala nzima phantsi kwezohlwayo zoluntu lonke. Emva koko wabuyela ekuphileni ebonakalisa ukuba amandla akhe makhulu ukwedlula amandla okufa. UYesu Mesiya uthe, ndinamandla okunikezela ngobomi bam namandla okubuthatha kwakhona. Ubomi bukaYesu bazalisekisa izibhalo zabaprofeti, buqinisekisa ngokuba izwi elingcwele likaThixo alinampazamo kwaye lingunaphakade. UYesu lilizwi likaThixo. KuYesu uThixo uyazibonakalisa eluntwini nakwihlabathi lonke. UYesu uze kusinika ubomi obuphangaleleyo njengokuba uThixo wadala indoda yokuqala nomfazi.
kodwa zange bamthembe uThixo bophula imithetho yakhe. Ezibhalweni kubhaliwe kwathiwa wonke umntu wonile, kwaye ke umvuzo wesono kukufa. Abantu wabonileyo ngeke babe nobudlelane noThixo. Kodwa ke njengokuba uThixo enikele ngemvu endaweni yonyana kaAbraham, ke uThixo uthumele uYesu ukuba eze kufa endaweni yezizukulwane zikaAbraham. Wenza oku ukuze bonke abo bakholwayo bebeka ithemba labo kuYesu bakwazi ukuza phambi koThixo. Ekuvukeni kukaYesu kwelabafileyo, wathi kubalandeli bakhe, abantu baza kulibiza igama lam kuzo zonke izizwe besithi, uThixo uyazixolela izono zabo baguqukayo babuyele kuye. UYesu naye wathi uza kuthumela umoya oyingcwele kaThixo kubalandeli bakhe, ubabonise inyani, ubanika namandla okulandela uThixo. Xa umfazi owayengumoni eguquka ezonweni zakhe elandela uYesu, wathi kuye, izono zakho zixolelwe, ukholo lwakho lukusindisile. UYesu wathi, xa abantu bemthanda uThixo ngokwenyani, obu bubungqina bokuba izono zabo zisindisiwe. UYesu uMesiya wabiza abantu ukuba balandele yena. Abo bagqiba ekulandeleni uYesu bangaqala ubudlelwano kunye naye besebenzisa amagama anje: Tata, Thixo wena ulungile. Enkosi ngokundithanda kwakho. Ndixolele ngokungakuthobeli ndisophula imigaqo yakho ndikona. Enkosi ngokundithumela uYesu azokufa emnqamlezweni endaweni yam, aphinde avuke ekufeni. Enkosi ngokuthi athwale ubunzima nesohlwayo sam ngenxa yezono zam. Ndifuna ukulandela wena kwaye ndithathe uYesu njengomsindisi nenkosi yam. Enkosi ngokundixolela izono zam, wandivulela nendlela ezayo kumkanini bakho. Ndicela undinike umoya oyingcwele ube nam kwaye undibonise indlela yakho. Ungandinika amandla wokuba ndikuthande ngentliziyo yam yonke, ndikuthobele wena kwaye nabantu badumise wena kwizwe lonke. UYesu wathi ngabalandeli bakhe, izimvu zam ziyaliva ilizwi lam kwaye zilandela mna. Abalandeli bakaYesu badibana ndawonye, bathetha naye yonke imihla, bafunde ngezwi lakhe ezibhalweni, bafuna ukulandela umzekelo wakhe kwaye bexelela abanye ngaye. Bagcina engqondweni izinto ezathethwa nguYesu ngexesha enyukela emazulwini esithi, uThixo ondinike amandla onke emazulwini nasemhlabeni, qinisekani ngoku ndinani lonke ixesha kude kube sekupheleni kwezwe.